آه نشوفوا توكيت الديريفي نتاع نتاع الحكايه هذه نتاع اف سير جي كيفاش نخرج هنيكيت كي الديريفي دي اف سير جي ب نفس الحكايه هنيكيت كي الفونكسيون اف لازم تكون ديريفابل على الانترفال اللي نخدم فيه والجي يلزم تكون ديريفابل انون نيل واضح على خاطر هنا عندي سير جي اوكي ب آه بالنسبه للفونكسيون ديريفي دي اف سير جي باش تكون ايجال لوتا باش يكون عندي دونك جي او كاري واضح دونك لوتا عندي جي او كاري الفوق باش يكون عندي كيما هكا اف بريم فوا جي دونك ديريفي دي اف فوا جي موا اف فوا جي بريم واضح موا اف فوا ديريفي دي جي اللي هي جي بريم واضح به Je vous donne des exemples. Par exemple, le canard, donc le fonction g de x égale. Beh, b, n'y a qu'un fonction, mais je ne suis pas h de x. Voilà. لو كان ناخذ الفانكسون دي اكس 3 3x سير دي زيكس بليس 1 ناخذ الحكايه هذه هي الفانكسون اف دونك هذه هي فانكسون اف والحكايه هذه هي فانكسون جي واضح وباش نطبق هذه واضح دونك لوطا باش نعمل في جي او والفوق اف جي اف جي دونك لو كنا نخرجوا الفانكسيون ديريفي ده هاش اللي هي دونك هاش بريم دي اكس ايغال لوتا دونك عندي جي او كاري اللي هي دي اكس بي الفوق باش نعمل اف بريم جي نكتي عندي اف ايغال 3 اكس معناها اف بريم 3 واضح دانك 3 fois g, donc fois 10x plus 1, moins f, il y 3x fois g', donc dérivé de g, euh, cest 2. Donc dérivé de 10x, 2, plus dérivé de 1, cest à 0, donc cest à 2. Voilà. B. Donc la fonction h' de x, fonction dérivé de h' de h' de x égale, اه عدنا دانك دونك دي زيكس بلس ا اوكاري باهي الفوق باش يكون عندنا دونك ا آه، 3 دي زيكس بلس ا معناها 6 اكس بلس 3 دونك عندنا 6 اكس بلس 3 هي 3 فو دي زيكس بلس ا اكس فو دو معناها 6 اكس واضح.

بليس أن واضح ب نكتي كل عادة دانك هذي الفانكسان اف وهذي الفانكسان جي واضح ب هتو كي تنخرجو هاش بريم دي اكس دانك يقال ب لوطا عندي جي او كاري دانك آه تروا زي اكس او كيب لس دي زي اكس او كاري لس اكس الكلها او كاري الفوق دونك عندي اف بريم فوا جي الديريفي نتاع الاف دونك باش تعطيني ا دي اكس فوا جي معناها فوا 3 اكس او كيب بليس دي زيكس او كاري بليس اكس موا اف فوا جي بريم دونك اف هنا كيتي اكس او كاري بليس ا فوا جي بريم اللي هي الديريفي نتاع الحكايه هذي دونك ا آه. نف اكس او كاري اللي هي الديريفي نتاع 3 اكس او كيب

Plus 4x puissance 3. Donc 2x fois 10x au carré. Uh, plus 10x au carré. Voilà. Donc plus 10x au carré. OK. B bah, moins uh, 9x puissance 4. Donc 10x au carré fois 9x au carré. Uh, moins 4x puissance 3. دونك 4 إكس بوسونس 3 مو إكس كاري واضح به وبعد عندي دونك باش باش نضرب أن ولا حكاية مو... آه, نف إكس 4 إكس مو زا واضح به دونك إيكال كالعادة عندنا 3 آه, إكس وكيب

Donc, on uh, dit 10x au carré moins x au carré, donc x au carré, x au carré moins 9x au carré, donc moins 8x au carré, voilà. Uh, moins 4x moins 1, donc moins 4x moins 1. OK Donc, quelle est la fonction dérivée Tal h' de x. OK به اخر حاجه هني كيتي باش نشوفوا اه كيفاش نخرجوا الفونكسيون ديريفي دي راسين دي, دي اف الفونكسيون ديريفي نتاع الراسين دي اف باش تكون ايغال لوطا باش يكون عندي دي راسين دي اف دونك دي فور راسين دي اف والفوق باش يكون عندي اف بري اللي هي الفونكسيون ديريفي دي اف واضح ب بار اكزامبل آه مثلا دونك لو كان ناخذ الفونكسيون آه جي دي اكس ب جست هنا كي الفونكسيون اف في الانترفال اللي نخدم فيه يلزم تكون ديريفابل وستريكتوم بوزيتيف باش نجم نحكي على الديريفين تاع الراسين دي اف واضح دونك الفونكسيون اف يلزم تكون ديريفابل strictement موجب à l'intervalle اللي نخدم فيه اوكي ب. نكتي par exemple لو كان ناخذ دونك فونكسيون ا آه جي دي اكس ايغال راسين دي 3 اكس واضح بي نكتي باش ناخذ الحكايه هذه دونك هي الفونكسيون اف دونك هي هي الفونكسيون اف وهنيكيتي الانترفال اللي نخدمو فيه باش يكون دونك اي إيجال زيرو بلس لانفيني علاش زيرو بلس لانفيني على خاطر هاذي الانترفال اللي تكون فيه الفونكسيون إف ديريفابل و ستريكتومون بوزيتيف واضح باه لو كنا نخرجو هني كيتي دونك الديريفي دي جي دونك الديريفي متاع الفونكسيون جي دونك جي بريم دي إكس باش تكون إيجال آه لوطو باش يكون عندنا دونك دي راسين دي اف معناها دو فوا راسين دي, دي اكس و والفوق باش يكون عندي دونك اف بري اللي هي ديريفي دي اف معناها ديريفي دي 3 اكس اوكي دونك هني كيت الفانكسون اف ايكال تروا زيكس الديريفي متاع 3 اكس دونك واضح ب اه نفس الحكايه لو كان ناخذ دونك الفانكسون جي اكس إيجال مثلا دونك راسين ا د تروا زيكس سو كاري بليس إكس دونك يعني كي باش ناخد الحكاية هاذي هي الفونكسيون إف دونك هاذي هي الفونكسيون إف وباش نشوفها متين تكون ستريكتومون بوزيتيف واضح على خاطر هاذي عبارة إيكواسيون دونك دي سكون ديجري دونك عيب معناها باش ناخد الحكاية هاذي دونك إيكال زيرو الحكاية في وسط الراسين دونك إيكال زيرو باش نعمل ديني إيكواسيون دي سيكون دجري دي باش نشوفها متين تكون ستريكتومون بوزيتيف واضح وين باش تكون الفونكسيون هادي ديفيني و ديريفابل باهي كيفاش نخرج الجي بريم دي إكس دونك الجي بريم دي إكس باش تكون إيكال كل عادة دونك عندي دي راسين دي إف معناها دو فوا راسين 3x au carré plus اكس 1 و الفوق عندي دونك اف بريم معناها الديريفي نتاع الحكايه هذه واضح اللي هي دونك 6 اكس الديريفي نتاع ال 3 اكس كاري بليس ان دونك هذا كيفاش نخرج الجي بريم دي اكس اوكي دونك جيست لازمني نعرف الفورميل و كي تكون عندي فانكسون دونك لازمني نعرف شنو هي الفانكسون اف باهي دونك ان شاء الله يكونوا واضحين الحكايات هذوما نكمل ان شاء الله For le vidéo, C.